سوق السبت في كفر قاسم هو ليس سوق فحسب، بل هو شريان اقتصادي واجتماعي، حيث يجمع متزورين من كل أطياف المجتمع في البلاد. السوق يعني بالنسبة لي أشياء كثيرة. السوق هو أنا بعرف أنه غير وضع كفر قاسم من يوم ما فتحته. كفر قاسم كانت قرية صغيرة اللي معتمدة على الزراعة وعمال وكل هذه الأشياء، ما كانش فيها تجارة. قبل 20 سنة أنا قررت أنه نعمل إشي لمصلحة البلد. شفت أنه السواك هي اللي بتجيب الرجل وبتجيب السياحة وبتجيب الناس من برية البلد، وفتحنا السوق. والحمد لله من يومها لليوم كفر قاسم بينت كبلد تجارية، بلد اللي فيها رجل غريبة، بلد سياحية صارت. والحمد لله أنا مبسوط من هذا الإشي. السوق يعرض بضائع متعددة، حيث أن هناك بائعي طيور متنوعة تتوافد عليها الزبائن. شوف، لا شك يعني عندنا في كفر قاسم، كل أهل كفر قاسم بيعرفوا أن السوق هو الشريان الرئيسي للتجارة في كفر قاسم. يعني اللي بيجي على السوق مش بيجي بس على السوق لحاله، بيجي على السوق وبدخل. طبعا واحد جاي من آخر الدنيا بده وصل كفر قاسم، شاف السوق في كفر قاسم، أكيد بده يتنور وبده يعرف شو في كفر قاسم أشياء ثانية. بيطلع بيدخل على البلد القديمة وبيدخل هان وبيدخل هان وبيشوف أشياء وبيقرب بيقرب. يعني أنا حسب ما أنا شايف تكريب القلوب، تكريب القلوب للمجتمع جميعه، كان مجتمع عربي ويهودي مع بعض، كان زوار من الخارج بيجوا. هي بس الشغلات هذه اللي بتجمع الناس، لأنه هذه الشغلات فيش فيها مسموح هذا يدخل وهذا ما يدخلش، الجميع بيدخلها. يعني كل واحد بحس إنه هذا الإشي له خاص. هذا السوق أدى إلى انتعاش اقتصادي ملحوظ لقرية كفر قاسم، وأصبحت البلدة مركزاً للزيارة والتسوق لسكان مركز البلاد.